بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عياد. إن شاء الله النهاردة هنعمل تمرين كده بسيط مع بعض، هيكون عبارة عن منظر ثلاثي الأبعاد من المساقط الموجودة قدام مننا. عندي طبعا المسقط الجانبي والأمامي ومقطع للطوب، يعني ده الجانبي، وعندي منه سيكشن فيو للطب وسيكشن للأمامي. هنبدأ بالمنظر الجانبي، وهو عبارة عن مستطيل بمقاسات 25 في 15 وفي 4 فتحات 3 مليمتر بأبعاد 3 مليمتر من كل جنب، وفيلت بقيمة 1 مليمتر. تعال نبدأ نشتغل شكل كده مع بعض. هنروح على سوليد ووركس وهنعمل بارت جديد، وهنروح على رايت بلين سكتش، وهناخد مستطيل، هنعمل سنتر لاين في الناحيتين، وهنعمل كمان دايرة بالشكل ده. وبعدين بقى نبدأ ندي أبعاد، هنقول 25، ارتفاع عرض 15، دايرة على بعد 3 مليمتر من الجنبين، وقطرها 3 مليمتر بالشكل ده. بعدين هنعمل ميرور للدايرة على السنتر لاين، وبعدين الدايرتين على سنتر لاين التاني بالشكل ده. بعدين هناخد الفيلت قيمة 1 مليمتر في جميع الأركان، الشكل ده. اوكي، لو جينا هنا هنلاقي ان عندي من الناحية التانية القيمة، قيمة الارتفاع، البعد التالت 6 مليمتر زي ما احنا شايفين هنا كده. فكده هنعمل اكسترود بقيمة 6 مليمتر. اوكي، أصبح عندي الشكل اللي قدام. زي ما احنا شايفين. تعال نخلي المشهد بلين وايت عشان يبقى كل حاجة واضحة معانا. طيب ايه تاني عندنا؟ لو رحنا على الرسم اللي معانا هنلاقي بقى عندي شكل السلوت ده في النص، ولكن لو بصينا على المقطع بي بي هنلاقي ان هو بعمق 3 مليمتر، علشان كده ما جبناهوش في اول رسم معانا، عملنا هنعمله لوحده. وفي طبعا الشكل ده معانا اللي هو برضو لو جينا بصينا هنا هنلاقي الشكل ده وجنبه ده اللي هو ده. طيب تعالى كده نطبق الكلام ده مع بعض. هنلاقي عندنا سلوت ريدياس 4 مليمتر، ارتفاع 16 مليمتر من الأول للآخر، ودايرة نص قطرها 1.5 أو قوس 1.5 ريدياس. طيب تعالى كده نروح نطبق الكلام ده. هنيجي هنا على السطح ده وهنعمل سكتش عبارة عن سلوت من السنتر، وهنعمل دايرة هنا. هندي بقى كده أبعاد، راديوس 4، ارتفاع 16، قطر 3، عشان طبعا احنا عندنا
في الرسم نص قطر واحد ونص، يبقى ده الفاي 3 كده. طبعا الشكل فولي ديفايند، لكن بعد ما نعمل التريم في حاجات هتتغير. هنقطع النص ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا لازم ندي علاقات تانية. لو جينا هنا عملنا دي تانجنت 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 تانجنت، ونخلي النقطة دي مع دي فيرتيكال، والاتنين لاين ايكوال، وهنقول ان الجزء ده النقطة دي مع دي هوريزنتال، ودي مع دي فيرتيكال. واللاين ده فيرتيكال، وهنقول النقطة دي مع الخط ده ميد بوينت. كده أصبح الشكل فولي ديفايند. لو رحنا هنا هنلاقي طبعا ان هو القطع بقيمة 3 مليمتر. يبقى هنعمل اكسترود كات بقيمة 3 مليمتر بالشكل ده. طيب لو رحنا هنا هنلاقي ان عندي هنا برضو دايرة اللي هي دي فاي 4 على عمق 4.5 مللي من السطح، يعني بعد دي بـ1.5 مللي. طيب هنروح هنا هنعمل سكتش عبارة عن دايرة بقيمة 4 مليمتر، وهنعمل قطع بقيمة 1.5 مللي بالشكل ده. بعد كده هنلاقي ان عندي، لو بصينا على المنظر هنا هنلاقي ان في دايرة بقطر 5 مليمتر، ولو بصينا عندنا هنا هنلاقيها موجودة فعلا اسفل الجزء ده، وهي على ارتفاع 3 مليمتر من تحت. طيب هنروح هنا على الجنب التاني، وهناخد سكتش، وهنعمل دايرة، وهنخليها مع الدايرة دي كونسنتريك، قطرها 5 مليمتر، وبعدين هنعمل قطع بمسافة 3 مليمتر بالشكل ده. بعد كده هنلاقي بقى ان عندي هنا في الجنب اسطوانتين اللي هما برضو ظاهرين عندي هنا بالخط كونستراكشن. فمعنى كده ان في قطع من الجنب عبارة عن دايرة ارتفاعها 5 مليمتر، قطرها 5 مليمتر، بعمق 1.5، وتحتها دايرة تانية بتكمل 3 مليمتر بقطر 3 مليمتر. طيب تعال نطبق الكلام ده برضو مع بعض. وطبعا هنا برضو لو خدت بالي هلاقي ان هي في نص منتصف الشكل،
الدايرتين، هنا في المنتصف على ارتفاع 6 مليمتر، وهنا في المنتصف 25 مليمتر. طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده. هنروح على الجنب، طبعا هي في الجنب عكس الفتح ده، لو جينا بصينا هنا هي عكس الناحية التانية. طبعا لازم ناخد بالنا من التفاصيل البسيطة دي. هنيجي هنا ناخد سكتش وهنعمل دايرة في المنتصف، وطبعا هنقول النقطتين دول فيرتيكال ودي مع الأوريجن هوريزنتال، والقطر 5 مليمتر. كده بقيت فولي ديفايند، وهنعمل قطع لمسافة 1.5 بالشكل ده. وبعدين طبعا ممكن كنا ناخد الاتنين في خطوة واحدة، يعني سكتش واحد وبعدين نعمل 2 قطع، لكن احنا برضو يعني عاوزين نشرح الموضوع واحدة واحدة. لو جينا هنا خدنا سكتش وعملنا دايرة تانية، اهي دايرة قطر 3 مليمتر وعمق بيكمل 3 مليمتر، يعني 1.5 من السطح اللي قبلها. وهنقول الدايرة دي 3، وهنعمل قطع بقيمة 1.5، اوكي بالشكل ده. هنروح بقى نعمل درونج شيت، هنعمل ميك درونج شيت فروم بارت اسمبلي. هنختار نوع الورقة اللي هنشتغل عليه، وليكن مثلا ال A3، اوكي. وهنبدأ ندخل الأشكال بتاعتنا. هنختار أول منظر الجانبي، نختار شكل العرض، وبرضو مقياس الرسم ممكن يكون 1:3 بالشكل ده، عشان نكبر بس الشكل شوية، أو خليه 1:4. وبعدين هنعمل نفس الشكل، طبعا ده كده الرايت. عايزين بقى ناخد مقطعين سيكشن فيو، هنشوف برضه هنعمل مقاطع ازاي. هنروح على دروينج وهنختار سيكشن فيو، وهناخد سيكشن، اوكي هنخليه هنا، وهنعمل سيكشن تاني هوريزنتال من هنا، اوكي، وهنخليه هنا زي ما احنا شايفين كده. طيب عايزين بقى نبدأ، وطبعا برضه هنجيب الشكل الايزومتريك بالشكل ده، هنخليه برضه شيدد وسكيل
ممكن بقى يعني مثلا ندي شوية تنسيقات كده للورقة كده. طيب عايزين برضو نجيب الأبعاد بتاعتنا، نقدر طبعا نختار الأبعاد. إن أنا ممكن أحدد زي ما أنا محتاج مثلا أخد أبعاد على الرسم، وممكن في طريقة أسهل إن أنا بختار موديل أيتم وهختار مثلا اخترت الشكل ده، وممكن برضه اختار ده وده، او خلينا برضه علشان الفكرة تبقى سهلة ممكن نختار مثلا الشكل ده و انتر موديل. اوكي على طول هلاقيه جابلي الابعاد بتاعتي على طول على الرسم. انا بس ممكن اظبط القيم كده، اظبط اماكنها بس. بالشكل ده على طول جاب لي الابعاد على الرسم. وهنا برضو اقدر اعمل نفس الكلام واختار الشكل ده كي على طول جاب لي الابعاد. على الرسم وطبعا برضو اختار الشكل التالت. كابلي البعد اللي ناقص. وبكده طبعا قدرنا نطلع الشكل الثلاثي الأبعاد بتاعنا من المسقطين أو من الثلاث مساقط الموجودة زي ما شوفنا مع بعض. أهو أدي اللوحة بتاعتنا اللي فيها المساقط، ودي الورقة الجديدة اللي احنا عملناها، وده طبعا البارت بتاعنا. يا رب يا جماعة يكون النهاردة كده تمرين سهل وبسيط، وإن شاء الله كده نبدأ مع بعض على طول نعرض التمارين واحدة واحدة كده نتدرب عليها، ويا رب تكون حلقة سهلة كده واستفدنا منها كلنا. ولو في أي مشكلة قابلتكم اكتبوها لي في التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك أو مشاركة الفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم محمد عياد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.